يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، إلا في السنة العاشرة فإنه اعتكف 20 يوما. وكذلك كان جبريل يأتيه في كل رمضان فيدارسه القرآن مرة، إلا في السنة العاشرة فإنه دارسه القرآن 2 مرات. فلما حصل هذا؟ ولما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة كان من وصاياه للناس: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنه يشير إليهم بإشارات. وأنزل الرب آية إكمال الدين، وفي أوسط أيام التشريق أنزل الرب عز وجل قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا تم النصر والفتح وتم الله النعمة، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هذا نعي من الله له، كأن الله عز وجل ينعاه بهذه الآية أو بهذه السورة. لما رجع النبي من الحج ودخلت السنة 11، بدأت علامات كثيرة تظهر. ذهب النبي إلى شهداء أحد فصلى عليهم ودعا لهم بالخير، ثم بعدها بأيام ذهب إلى مقبرة البقيع ليلا مع أبي مويهبة فدعا لهم واستغفر لهم، ثم قال لأبي مويهبة: يا أبا مويهبة، أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، وخيرت بينها وبين لقاء ربي. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا، اختر الخلد في الدنيا. فقال الرسول لأبي مويهبة: لا يا أبا مويهبة، اخترت لقاء ربي، اخترت لقاء ربي. ثم رجع النبي وبدأت العلامات وبدأت الإشارات على قرب النهاية. خرج النبي في شهر صفر وأواخر شهر صفر إلى جنازة في البقيع، وهو في الجنازة أحس بتعب واشتد عليه الصداع وارتفعت الحرارة. فلما رجع إلى البيت وجد عائشة تقول: ورأساه يا رسول الله، ورأساه يا رسول الله. كانت عائشة قد أصيبت أيضا بصداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وابتدأ المرض يشتد شيئا فشيئا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استحكم المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد المرض به وكان ينتقل مع شدة مرضه كل ليلة
عند زوجة من زوجاته، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هي الدنيا، هكذا هي للمؤمن سراء وضراء، لكن كلها له خير. وكان يسأل كل زوجة من زوجاته كل ليلة: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا أنه يود أن يبيت عند إحدى زوجاته، ولم يطلب هذا منهن حتى استمعنا إليه وطلبنا منه، فأخبرهن أنه يود أن يبيت هذه الأيام وهذه الليالي عند عائشة الصديقة رضي الله عنها، عند أحب الناس إليه، عند رفيقة دربه. فأذن له جميعا، فنادى آل بيته: الفضل ابن عباس وعلي ابن أبي طالب يحملانه صلى الله عليه وآله وسلم، وقدماه تخطان في الأرض خطا، ورأسه معصوب، أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق عند الله، هكذا يحمل من شدة المرض إلى بيت عائشة رضي الله عنها. وجيء به إلى بيت عائشة، ذلك الموطن الأخير. ثم استلقى صلى الله عليه وآله وسلم، استلقى في بيت حبيبته عائشة، فكانت تجلس عنده لا تفارقه أبدا، تقوم على حاجته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تقرأ القرآن عنده، تدعو الله جل وعلا، وتنفث على يديه وتمسح بهما جسده الطاهر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تزايد واشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخيم على الصحابة حزن وهم وغم. أراد أن يوصي أصحابه، فأمر أهل بيته أن يهريقوا عليه قربا من ماء، فالحرارة قد اشتدت والمرض قد ازداد، وهكذا الأنبياء أشد الناس بلاء. صبوا عليه قربة ثم الأخرى ثم الثالثة، سبع قرب، حتى قال: حسبكم حسبكم. ثم حمل عليه الصلاة والسلام، وجيء به في المسجد وأجلس على المنبر، على منكبيه ملحفة وقد عصب رأسه بعصابة، والألم يشتد به، لكن لا بد من وصية أخيرة لأصحابه. لما تجمع الناس عنده في المسجد وقد علاهم الهم والحزن، أوصاهم وذكرهم بالله، وكان مما قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، أي أنه يحذر من عبادة القبور. ثم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يوصيهم بالتوحيد، ونهاهم عن الشرك صلى الله عليه وآله وسلم وهو بأشد المرض والألم. ثم قال: أيها الناس، انظروا ماذا يقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، فليستقد منه، يتحلل من الناس. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، فليستقد منه. ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي، فليأخذ حقه. يقول هذا لمن؟ لأصحابه. ثم أوصى الناس بالأنصار، قال: الله الله بالأنصار، الله الله بالأنصار، فإن الناس يكثرون وهم يقلون، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وهو مريض متثاقل. يوصي أصحابه ثم نبههم كأنه يجهزهم، قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا يؤتيه منها ما شاء وبين ما عنده، فاختار العبد، ما قال أنا، قال: فاختار العبد ما عند الله. فبكى رجل من القوم، نظر الناس: من الذي يبكي؟ إنه أبو بكر. فهم أبو بكر وأدرك أن رسول الله يقصد بالعبد نفسه، فإذا بأبي بكر يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا
وأمهاتنا يا رسول الله. والصحابة لا يدرون لما أبو بكر يقول هذا الكلام، فقال النبي: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. فأمر النبي بجميع الأبواب أن تسد إلى المسجد إلا باب أبي بكر. ثم أنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وسمع أن الناس يتكلمون في إمارة أسامة بن زيد إلى الشام، كأنهم تثاقلوا كيف يكون أسامة صغير السن أميرا علينا في الجهاد. فجمع الناس وقال: لعلكم تكلمتم في إمارة أسامة كما تكلمتم في إمارة أبيه من قبله، فوالله إنه لخليق بها، فوالله إنه يستحقها كما كان أبوه يستحقها. وأرجع النبي متثاقلا يحمل مرة أخرى إلى بيته. أي حزن عم الصحابة في ذلك اليوم. كان يوم الأربعاء في شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، تلك التي خرج النبي فيها يوصي أصحابه تلك الوصايا، ولعلها كانت آخر مرة يجلس فيها النبي على منبره، ولعلها كانت آخر وصية عامة لأصحابه. والناس لا يدرون والناس لا يشعرون، هم وغم دخل القلوب وملأ البيوت. دخل يوم الخميس 8 من ربيع الأول، والمرض يشتد برسول الله كل يوم، كلما مر يوم اشتد مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيزداد حزن الصحابة وهمهم. والنبي مع شدة مرضه إلا أنه كان يتحامل ويتثاقل، فيقوم إلى الصلاة ويصلي بالناس. صلى بهم يوم الخميس الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم رجع إلى فراشه واضطجع عليه الصلاة والسلام. جاءه بلال يؤذنه بصلاة العشاء يوم الخميس، فأفاق فقال: أصلى الناس؟ قال بلال: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: أهريقوا علي ماء، والحرارة مرتفعة والمرض شديد. صبوا عليه ماء فقام يتحامل إلى الصلاة، فسقط عليه الصلاة والسلام، أغمي عليه. فانتظروه بأبيه وأمي، فلما أفاق سأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. والله لو الدنيا زالت ينتظرون رسولهم، ينتظرون حبيبهم، لو ظلوا أبد الدهر على هذا. قال: أصلى الناس؟ قال: ينتظرونك. قال: صبوا علي ماء، فصبوا عليه ماء، فتحامل يريد الصلاة، فسقط مرة ثانية ثم مرة ثالثة، حتى علم بأبي هو وأمي أنه ليس بقادر على أن يصلي بهم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر. كم هي ثقيلة هذه الكلمة، ثقيلة على النبي الذي يؤمهم طوال تلك السنين، ثقيلة على الصحابة، ثقيلة حتى على أبي بكر. قالت عائشة ابنة أبي بكر: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ما يتحمل القرآن، يبكي. قال: إن كنا صواحب يوسف، نساء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أصر النبي على ألا يصلي بالناس إلا أبو بكر. ذهب بلال إلى أبي بكر الصديق يطلب منه هذا الطلب: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. أنا يا ما أصعبها من كلمة، يا الله كيف تحملها أبو بكر؟ الصحابة يرون أبا بكر مع أنه أفضلهم، لكن الموقف صعب، صعب أن يخلف أحد رسول الله. أين الذي كان يقدمنا في المعارك؟
أين الذي كنا نجتمع حوله ونسأله فيجيبنا؟ أين الذي كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر؟ أين أشجعنا في المعارك وأقوانا؟ أين الذي يواسينا؟ أين الذي كان نجلس عنده بعد الصلاة فنضحك ويبتسم ونقص عليه القصص؟ أين حبيبنا وإمامنا وقدوتنا؟ أبو بكر يصلي بالناس، رجع الصحابة إلى بيوتهم، تفطرت قلوبهم همًا وغمًا على رسولهم، حتى جيش أسامة توقف لما علم بالأمر ما أكمل مسيره حزنًا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخميس الناس في بيوتهم، الجمعة لم يستطع النبي الخروج، السبت قيل السبت أو الأحد صلاة الظهر وجد النبي في نفسه خفة، فقام وتحامل على رجلين والصحابة يصلون الظهر، أبو بكر إمامهم، فدخل المسجد فاضطربت الصفوف فرحا بمقدم رسول الله، وكأن النور ملأ المسجد، حتى أبو بكر كاد أن يقطع صلاته فرحا بخروج رسول الله. شفي النبي، عوفي النبي، هذا ظنهم. فأشار النبي إلى الكل أن اجلسوا في مكانكم، ثم جلس عند أبي بكر. يأتم أبو بكر برسول الله، ويأتم الصحابة بأبي بكر، تمت الصلاة وما أحلاها من صلاة. رجع الناس إلى بيوتهم فرحين مستبشرين أن الرسول قد تعافى، أنه صلى بنا، أن المرض قد انتهى، أن البلاء زال. يود أحدهم لو يموت ولا يصاب النبي بأذى، لكنه في صلاة العصر لم يستطع الخروج، فرجع الحزن مرة أخرى. في هذه الأيام أوصى النبي بوصايا ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأوصى الناس بالصلاة، قال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. إنها الأيام الأخيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرض فيه يشتد ويزيد، الهم يزداد في المدينة، الحزن خيم عليهم، كل منهم يتمنى لو يعطي من صحته لرسول الله، من حياته لرسول الله، لكنه أمر الله، لكنه قدر الله جل وعلا. في يوم الأحد 11 من ربيع الأول تصدق النبي بما يملك من مال، ووهب أسلحته للمسلمين، واعتق غلمانه وكأنه يعلم ما الخبر. أما درعه فقد كانت مرهونة عند يهودي، فلم يدع له شيئا من الدنيا، كأنه أعطى كل ما يملك، لأنه علم أن النهاية قد اقتربت. انتهى يوم الأحد، ولا زال المسلمون على رجاء أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى يوم الأحد، ودخل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 للهجرة. ها أنت تفترش التراب ويستبد بك الألم، عيناك نهر راح يجري بالرجاء وبالسقم، ويداك ضارعتان للمولى كسارية العلم، وجبينك المحموم غيم راح يهوي كالديم، والصبر والإيمان طير طار حولك واتسم، والصبر والإيمان طير طار حولك وابتسم. نم سيدي فغدا تسير إلى سماء الله نم. المسلمون يصلون الفجر، إمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونبيهم حبيبهم إمامهم قدوتهم على فراشه مضطجع
لا يستطيع الخروج إليهم. فجأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينتظر الناس ويرقب الناس يصلون صلاة الفجر قام من فراشه وكشف الستار، والناس يصلون صلاة الفجر، فتح الستار فأقبل بوجهه على أصحابه على أحبابه، نظر إليهم فابتسم. يا الله، ما أحلاها من ابتسامة، ما أجملها، وكأن ابتسامته هذه أنارت المسجد كله. فافتتن الناس واضطربت الصفوف، وأبو بكر بدأ يتراجع ظنا من الجميع أن النبي قد شفي وعوفي. فرح الناس وكادت صلاتهم أن تفسد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، أن أتموا صلاتكم، ثم رجع إلى فراشه. في هذا اليوم، يوم الاثنين 12 هذا التاريخ لا ينسى من ربيع الأول، ما الذي حدث للمسلمين؟ أي مصيبة ألمت بهم؟ طلعت الشمس في ذلك اليوم، اشتد الضحى، نادى النبي بعد أن اشتد به المرض آل بيته، فجاءت إليه فاطمة ابنته بضعة منه، فاطمة منه وهي منه، قال فلما رآها ورأته بكت فاطمة وقالت واكرب أبتاه واكرب أبتاه، بكت فاطمة. فقال لها النبي يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. فأجلسها عنده وأسرها بكلمات بكت منها فاطمة، ثم أسرها بكلمات ضحكت منها فاطمة، أما الأولى فأخبرها أنه سيقبض في هذا الوجع فبكت رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، ثم أخبرها أنها أشد الناس لحوقا به ففرحت رضي الله عنها. ثم نادى الحسن والحسين فقربهما، كم كان يحبهما، كم كان يودهما ريحانتاه في هذه الدنيا، فقربهما وضمهما وقبلهما بأبي هو وأمي، وأوصى الناس بهما بالحسن والحسين، نادى أهل بيته، أوصاهم، زوجاته، وعظهن، ذكرهن. ارتفع الضحى، اشتد الضحى في ذلك اليوم، واشتد ألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يضعون على وجهه خميصة قماش، فإذا اشتد كربه رفعها مرة أخرى. تقول عائشة وضعته بين سحري ونحري، رأسه وضعته بين سحرها ونحرها قريبا منه، وكان يحب عائشة حبا كثيرا. فدخل عليهما أخوها عبد الرحمن وكان بيده سواك، فنظر النبي إلى السواك فقالت عائشة كأنك تريده يا رسول الله، فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن فرطبته بريقها، وكان آخر ما مس ريقه ريق عائشة رضي الله عنها. فسوكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين في ذلك اليوم في وقت الضحى، سوكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول وكانت عنده ركوة من ماء، كان يأخذ الماء ويمسح وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. ثم تقول عائشة فنظرت إليه ينظر إلى السقف إلى الأعلى وهو يقول، يرفع أصبعه إلى السماء يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة فقبض الله عز وجل روحه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلما تيقنت عائشة أن رسول الله قد مات وضعته على الفراش وسجت وجهه وغطته بأبي هو وأمي
صلى الله عليه وآله وسلم. أغمض عيونك يا حبيبي واصعد كنهر من طيوبي، وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيب. أغمض عيونك يا حبيبي يا حبيبي، واصعد كنهر من طيوبي، وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيب. واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب. صلى عليك الله يا من كنت نورا للقلوب. واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب. صلى يا من كنت نورا للقلوب. وهكذا خرج الروح الطاهر من الجسد الطاهر. انتهى كل شيء؟ نعم انتهى كل شيء. أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. نعم انتهى كل شيء. إنك ميت وإنهم ميتون. بدأ الخبر ينتشر في المدينة، صعق الناس، ذهل الناس، لم يصدقوا الخبر. أما عمر فأخذ سيفه وتوشحه وهدد الناس. من زعم أن محمدا أن رسول الله مات ضربته بالسيف. ما مات، بل ذهب يكلم ربه وسيعود فيضرب أعناق قوم نافقوا. الناس بين مصدق وبين مكذب، الناس قد ذهلوا. مصيبة ما مرت عليهم في حياتهم. أسرع أبو بكر من بيته لما سمع بالخبر إلى بيت ابنته، فلما دخل وجد ابنته عائشة تبكي، فإذا به يرفع الغطاء عن وجه رسول الله ثم يقبله بين عينيه ويبكي أبو بكر ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا تذوق الموت مرة أخرى. ثم خرج إلى الناس فوجد عمر يهددهم، فإذا به يقول: يا عمر اجلس. ما جلس عمر. يا عمر اجلس. عمر ما جلس. ثم ذهب أبو بكر إلى المسجد، فتوجه الناس جميعا خلف أبي بكر يستمعون ماذا يقول، يتمنون أن لو كذب الخبر. فإذا به بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا به يقرأ قول الله: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. يقول حبر القرآن ابن عباس: كأننا نسمع هذه الآية أول مرة. أما عمر يقول: لما سمعتها خررت على الأرض أبكي، وبكى الناس جميعا. ما مرت على هذه الأمة مصيبة مثل مصيبة موت رسول الله. أحب الناس إلى الناس. فإذا بالناس يتناقلون الآية في الطرقات يقرؤونها: وما محمد إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقرؤون الآية في بيوتهم في طرقاتهم،
كل بيوت المسلمين صارت ثكلى، الكل دمعت عيناه، الكل تفطر قلبه، أظلمت المدينة كلها. أي حزن خيم على المسلمين، أي مصيبة ألمت بهم. بكت فاطمة ابنته سيدة النساء لما سمعت الخبر، قالت يا أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه. أعظم مصيبة هكذا انتهى كل شيء. نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا. خيم الحزن على المدينة، ازدادت الهموم والغموم بعد أن تأكد الناس موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتذكرون معه عمرا أنقذهم من الضلال إلى الهدى. الآن خرج من هذه الدنيا، فضل أن يكون مع ربه جل وعلا، مع الرفيق الأعلى. اختلفوا في من يخلفه، ثم استقر الأمر على أبي بكر الصديق. ماذا يفعلون مع رسول الله؟ هل يغسل؟ هل يدفن؟ هل يصلى عليه؟ حتى تجمع كبار القوم واستقر الأمر في اليوم الثاني على أن يبدأوا بتغسيله، كأن المصيبة أذهلت أصحاب رسول الله. عظم الأمر جعلهم لا يصنعون شيئا إلا في اليوم الثاني، يوم الثلاثاء، فإذا به يدخل إليه أقرب الناس إليه، عمه العباس، علي بن أبي طالب، أبناء العباس الفضل وقثم، أسامة بن زيد، مولى من مواليه، دخلوا عليه يقلبونه يغسلونه. يا الله، كيف طاوعتهم أنفسهم أن ينظروا إلى رسول الله على هذه الحال. غسلوه ثلاثا، ثم كفنوه في ثلاث ثياب بيض يمانية سحولية، ثم تركوه صلى الله عليه وسلم يدخل أقرب الناس إليه، يصلون عليه أرسالا عشرة عشرة، يصلون عليه من صبيحة يوم الثلاثاء إلى آخر الليل ليلة الأربعاء، والناس تصلي عليه، بكاء وهم وحزن وغم. ثم اختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من نبي مات إلا دفن في الموضع الذي مات فيه، فأزالوا فراشه ثم حفروا له قبرا ولحدا، ثم غيب ذلك الجسد الطاهر. بكت فاطمة وهي تقول كيف طابت أنفسكم وأنتم تحثون التراب على رسول الله، كيف طاوعتكم أنفسكم؟ يقولون والله أنكرنا قلوبنا، والله أنكرنا قلوبنا. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعنا صوت المساحي أن يحفرون الأرض علمنا أن رسول الله يدفن، وبكى الناس، بكى المنبر على رسول الله، بكى المسجد على رسول الله، بكت الأرض على رسول الله، بكت السماء على رسول الله، بكى كل شيء على فقد رسول الله. نعم، مات رسول الله، لكن بقي هديه، بقيت سنته، بقي نوره في الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، بقي ذكره يرفع إلى أن يشاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مات النبي عن 63 سنة وزاد 4 أيام. غاب النبي عن هذه الدنيا وأظلم في المدينة كل شيء. نعم، خرج من الدنيا، لكن بقي أثره في الأرض، وسيبقى في قلوب محبيه حتى يلقوه عند الله جل وعلا يوم القيامة. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب
إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي